المهم قوات طبعا بيسمح لهم جيش بتاع مني بإدارة مني والجيش والقوات المسلحة واتفاقية جوبا بيجوا خاشين السودان، والجيش بتاع موسى هلال ومعاه ذاك اسمه أبو قرون هم طبعا ضد حميتي بواسطة القوات المسلحة بيجوا خاشين السودان، والجيش بتاع منصور أرباب أنا قاعد بعمل معهم المهم برامج مع الجيش برضو بيجوا خاشين، لكن الجيش بتاع عبد الواحد ده كيف بيجي خاشي بالاتفاقية بجي مع الجيش بيسمح له الجيش يجي يخش ولا الحركات الوقت ولا 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 ولا, ولا حميتي. هنا في تساؤلات، نكرر النقطة دي نقطة مهمة جدا. بوساطة قطرية وضعت اللمسات الأخيرة على خريطة طريق سياسية وأمنية بهدف السباح لمرتزقة دارفور بالانسحاب من ليبيا وعودتهم إلى السودان بحسب ما كشف عنه تقرير موقع أفريكا انتليجنس الاستخباري الفرنسي. ومن المرتقب أن يشهد أوائل شهر مارس المقبل اجتماعا في الدوحة بين مقاتلي دارفور في ليبيا والجيش السوداني برعاية قطرية وفق موقع أفريكا انتليجنس الذي أكد أن المساعي تهدف لدمج مقاتلي الحركات المعارضة السودانية في قوات الجيش النظامي. الموقع الاستخباراتي كشف أيضا عن مشاركة المسؤولين القطريين الشهر الماضي في اجتماع جرى في نيامي بحضور مسؤولين بالجيش السوداني ووفد ضم أفرادا من الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات السودانية ناقش ترتيبات خروج قوات تلك الحركات من ليبيا وملف السلام في السودان. دور الوسيط الذي تلعبه قطر في المنطقة بحسب الموقع الاستخباراتي ليس الأول من نوعه، حيث رعت الأشهر الماضية اتفاق سلام بين المعارضة التشادية والجيش السوداني والذي نتج عنه إعلان ميليشيا اتحاد القوى من أجل التنمية والديمقراطية التابعة للمعارضة التشادية وإعلان انسحابها من جنوب ليبيا والعودة إلى بلادها. لا شك أن هذه الخطوة ستدفع نحو تحقيق الاستقرار ليس في ليبيا والسودان فقط وإنما على نطاق واسع في كامل المنطقة، وستشجع المسؤولين في ليبيا لا سيما اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على إلزام باقي القوى الأجنبية على مغادرة البلاد. وبحسب بعض التقارير فإن مقاتلي دارفور ينقسمون إلى 5 حركات مسلحة في ليبيا، هي جيش تحرير السودان جناح مني ملاوي وجيش تحرير السودان جناح عبد الواحد نور وتجمع قوى تحرير السودان والمجلس الانتقالي ومجلس الصحوة الثوري السوداني، ويقدر عددهم بالآلاف. هذا مع تبيان الخبراء الأمنيين أنهم غير قادرين على تحديد عددهم الإجمالي. ومع الأخذ بمعطيات طبيعة وأسباب وجود المرتزقة السودانيين في ليبيا حاليا، فإن وجودهم منذ وصولهم قبل نحو 8 سنوات ظل مرتبطا بمتغيرات ومكاسب يحصدونها من الارتساق في ليبيا في مقابل عدم وجود دوافع تحفيزية يفضلونها للمغادرة، خاصة وأنهم يتلقون مرتبات عالية مقارنة بواقعهم القائم على النهب المسلح في السودان، إضافة إلى ممارستهم التجارة المشروعة وغير المشروعة من ليبيا وإليها بجانب التهريب وغيره. حبوب شبابنا انتم عايشين السودان، تحياتنا لكم وليه قدام والبلد جاي بعد وكباشي وما ادراك ما كباشي. كباشي ده يا جماعه انا في رايي الشخصي الدواء مفتوحه يا جماعه ما نخلي براهم. انا في رايي الشخصي انه ما انت تعال قدم دعوه، تعال اقنعني تعال اقنعني انه نحن ما نجيف مع القوات المسلحه. القوات المسلحه ده احمد يا اخ والله يا رجل مع كيزان وبتاع وكده ما بينفع معنا لا برهان ما يقدر يقول له هيمتي كده لأنه برهان هو الطنع هيمتي. لكن في كلام أخوتنا الأمس ربما كان مدحت كباشي قبال ما كباشي يقول الكلام ده قبل كم يوم أنا جبت لكم أمس الكلام ده. فخلاف بتاع كباشي ده من زمان زول عسكري بروفيشنال كده ما بقبل بواحد جنجويت رباطي. تحية لكم يا جماعة، سمعة القوات المسلحة ترجع ونحن ما درينا أي مليشة كويس. اما القوات دي لما ترجع هناك ده بيكون في قرطو قرطو اكيد. طيب في واحد هنا طلب دعوه كده نسمع رايه، نسمع رايه هنا اي زول داري يجيف يا جماعه مع الطرف اللي هو داري يجيف معه احنا ما عندنا مشكله. اي زول 5 دقائق 5 دقائق الناس تعمل شير بقدر ما تقدر، في 3700 نفر اعمل لنا شير يا جماعه. تحياتنا مرحبا بك. 5 دقائق 5 دقائق
تحياتي يا ابو كسلة، لك التحيه والاحترام، ونضيف لكلامك بالنسبه للكباشي واضح ان شاء الله. ما واضح الصوت؟ ارفع الصوت. الصوت ما واضح؟ ما الصوت، ارفع تلفونك طق 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 طق، ارفع الصوت. رفعت للنهايه كده يا معلم، واضحه ولا ما واضح؟ ما واضح. ام سوري، ما عرفت المشكله وين، لكن تلفوني بار واضح. شكرا. السلام عليكم استاذ احمد. احبابك الله، اخبارك؟ طيب السلام عليكم استاذ احمد. هاي مرحبا بك، تفضل. تمام، عاوز اتكلم بالنسبه لموضوع كباشي ده استاذ احمد. تفضل. هاي ما هو كباشي مكتوب تيجي فينا. يديك العافيه، شكرا يا احمد. موضوع كباشي ده موضوع شويه كده بيكون خطيره. اول بالاول ما تنسى جبال النوبة قريبة هناك، القودة قريبة، عبد العزيز حلو فوق هناك بجيجة عبد الواحد، الناس محاولين عاوزين يطلعوا ينزلوا عبد العزيز حلو من الجبل بأي أسلوب، عرفته الناس اللي لابين سياسة خزرة. أول بلول كباشي ده وين جيش بتاعه؟ هنا عارفين إنه تابع للجنة تعذيب، وين جيش بتاع كباشي أصلا؟ جيش هو أصلا تابع للحركة الإسلامية، تمام؟ ما تنسى أول امبارح لما أنا بقول لهم إنه الجذور جعمل اتفاقية. انت ما بتقيف معه؟ انا ما بقيف معه. طيب يلا يلا، انت دارفوري؟ انا دارفوري غرطومي. ديرنا رجع النازحين ولا جيل القرآن معك طوال قدام. لا قدام كيف؟ هسي الليلة يرجعوا كيف قدام؟ ساكت انت قاعد. لا رجوم، ديرنا رجوم. هيا ارى الخطة احمد، المواضيع دي انا احنا كلنا بنقعد. الله يرضى عليك حبيبنا، التليفون ده دايرنا رجع، دايرنا ودي السودان في طرق معينه بمشي بها السودان. طبعا صح ولا ما صح؟ دايرنا رجع، سالتك سؤال محدد ما قادر اطلع. دايرنا رجع النازحين ولا جين كيف؟ والله احنا رجع بيرات المعارضات ديل، بس ما في حاجه ثانيه من انقلاب كده احمد بتساعدنا. احنا لو ما وصفنا في المعارضات عبد العزيز وعبد الواحد كانوا افضل من نفسك فيهم. عبد العزيز الله يرضى عليك يا اخي، هو القوة المتوازنة والشعب السوداني يا احمد، في منو ثاني قوة متوازنة؟ انت سامعني؟ في 4000، ما تكونك ساكت، قطع النقاط في الحروف. عبد العزيز ده ما تابع لك، ده اقليم براو، اي سوداني وتابع للسودان ويشي، ده اقليم براو من نفسه اكثر منك. انت زول دارفوري، ديرنا رجع الدارفوري، قلت بالحركات المسلحة، يا تو حركات منو سميم؟ عندنا اول بالاول حركة عبد الواحد، في حركة عبد الواحد يرجع النازحين واللاجئين. ما اتون ما الكتله يا احمد، هسه يعني احنا قاعدين نكورك في السوشيال ميديا، ما بنكورك عشان نسوي شيء يعني هنا برانا بنسوي شيء. انت هوي في 4000 الكلام، خليه يكون نقاط عشان الكلام ده يوصل لل 4000 ديل بطريقه كده بصوره، عشان حتى الناس النازحين واللاجئين موجودين في اللايف، في اللايف ده، واللايف ده بالتحديد كلام مفصل ما فيه اي فلسفه. اي سوداني بسيط سارع بالبحر في الخلا بيفهم كلامي ده. بالنسبه للحركات الموقعه، عساكر ممكن في الامل شويه كده، وفي الروح كده شويه كده، لكن ك ك ك كمسؤولين كده مثلا، ولا كغادات كده، ده اللي انبطوا الام تي، صح ولا ما صح؟ نعم معك. موضوع متاح، عبد الواحد 10 سنوات قاعد هنا، تقول قطع البحر الابيض المتوسط، اكل ال 10 سنوات طبعا، بدوك اقامه في فرنسا 10 سنوات، قيم 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 الورق بتاع 10 اكله، وفات جنوب السودان وخش لعبد العزيز الهيلو هناك قاعد معه. انا ما اعرف عبد العزيز ده ابوه ولا خاله ولا ما اعرف هناك، المهم فات قاعد معه، والناس قاعدين مشلحتين وميتين ابو اهرم طارق. امبارح في اللايف انا جبت البنيه دي، قالت عديل انتوا يا اهلي قاعدين وفي الشرطه وفي الجيش وفي الدعم السريع، ونحن اخواتكم تشوفونا يغتصبونا قدامكم، وما في زول بحرك ساكنه. يا عبد الواحد يا انت ده طردوه في الفيديو، شفت الفيديو ولا ما شفت الفيديو؟ دايرين نرجع النازحين واللاجئين المره الثانيه، نرجعهم كيف؟ خلينا دير باعتبارهم زباله، مع السلامه. المواطنين في دارفور، انت تعلم انه اي زول اشترى بندقيته قاعد يحمي نفسه برا من الحركات؟ تعرف ولا ما تعرف؟ عارف انا عارف، وانا اهلي كلهم من ابو قاده دعمهم، وانا حاجه بحل لنا من الناس ده، ما في احمد ما في حاجه بحل لنا من الناس ده ثاني اللي بلي، ما في ثاني حل. هنا ما عندنا ما قاعدين نعتمد لعبد الواحد، انا بنعتمد لجيشه. عبد الواحد ده شخصيا انا ما قاعدين نعتمد به ولا قاعدين نعتمد بفكره.
جيش وزاته ما قادرين يحموا يا اخي. دقيقه نديك فيديو يا جماعه، نزلنا ندي فيديو، نديك فيديو هنا عشان 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 الموضوع بتاع الحركات ننتهي منه. اسي خميس كنت انت مين جاء مسك الجنينه؟ لو ما دول ابن حرام اهله قاعدين يقتلوا قدامه، ما قادر يحرك ساكنه. لكن لما انضربوا، لما انضربوا ثمانيه ابو قنفوذ لحميتي طوالي فاتحه الفاتحه، شفته ولا ما شفته؟ شفته ولا ما شفته؟ اي طيب عندك كل الناس دي هسه قاعدين والجنجويد يختصب ويقتل وبتاع، في يوم كده زول قال لا شفته؟ ما في زول، ما في زول يقدر. يا الله هذه يا أحمد يا أخي الرسالة وصلت. شوف جرب طوالي طبعا صح؟ ابن الحرام ما انت عارف انه الشغلة ده فيه جغم فيه حرام.